هم نعرف عنه شيء يعني ما هي شرعيه قولي احنا لا ما في مرحله خالديه من 72 شخص هذول اقر عليهم اقر عليهم من النائب العام صرح عنهم وكيلك هوني مذبوحه عمي يعني مثل الغلام شعبري دير بالها وين الله اكبر الله اكبر هذا هو سلاح هذا هو سلاح الجوالات الجوالات هذا هو سلاح الشعب الله اكبر هذا سلاح وزائد نزلوا لتحت نزلوا العربي الرساله فرج يدك على المحكمه رساله بلغها للسيد دبيل العربي اذا لم تحررونا من هذا النظام نحن سنحرر انفسنا في العصي والسكاكين والله اكبر.